صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على حضراتكم كلكم. ربما كلنا عارفين ارتباط العالم كله بصناعة السينما، وكلنا عارفين أيضا أن السينما يعني بيسموها أو الفن السينمائي بيسموه الفن السابع، لأن هو فن بيجمع كل ألوان الفنون ما بين قصة وحبكة وموسيقى وتمثيل ودراما، أشياء كتير جدا بتبقى متجمعة في شكل أو فورمات واحدة بنقدمها للجمهور. السينما بتأثر فينا بشكل كبير، وفي أفلام كتير جدا ربما بتخليك تفكر فيها. يعني أقول لك الفيلم ده يا بسنت إيه بايت معايا بقاله مثلا أسبوع، عمال أفكر في هذا الفيلم وأعيد وأزيد، يعني دايما إيه يبقى داخل كده فيك. الأفلام اللي أثرت فيك، الأفلام اللي أنت شايف إن هي بالفعل أثرت في تكوينك النفسي، اللي هي يعني لمست حاجة جواك. سؤال النهاردة اللي موجود على صفحتنا على الفيسبوك، إيه هو أكتر فيلم بتحبه؟ إيه هو أكتر فيلم أثر فيك بالفعل؟ إيه أكتر فيلم نفسك إن هو يكون ليه جزء تاني وامتداد، وندمت إن المنتج المخرج ما اتفقوش ان هم يعملوا فيلم تاني، او ما كانش فيه ظروف انتاجيه، او ما كانش فيه حتى نيه لهذا العمل، رغم ان في كانت في بعض الاحيان وعود بانتاج جزء تاني. السؤال ده اكيد عندك ليه اجابه يا بسنت، ايه هو الفيلم اللي كنت تتمني ان يبقى ليه جزء تاني؟ حقيقي يعني زي ما انت قلت انه في افلام كتيره قوي بترتبط في ذاكره وذهن المشاهد، وده بسبب ان هي بتبقى ناجحه جدا، فساعات كتيره قوي بنشوف ليها جزء اول وتاني وتالت، واحنا شفنا ده في السينما العالميه، ويمكن كتير. في هوليوود شفنا ميشن امبوسيبل، هانجر جيمز، لورد اوف ذا رينجز، وبيستغلوا ده كويس، وبيستغلوا ده حلو جدا، وبيربطوا المشاهد بيه في العالم كله. صحيح. عندنا في مصر في الحقيقه نماذج ناجحه جدا للسيكونس بس او للافلام، بس ما عملتش بقى مسلسل لا يعني في زي اولاد رزق نجح جدا. أي. في يعني عمر وسلمى، الفيل الازرق، في افلام كتيره جدا عملت، الجزيره مثلا، افلام أي. كتيره عملت كذا جزء وارتبط بيها المشاهد، وفي الحقيقه كل جزء كان بينجح اكتر من الجزء اللي قبله. لكن خليني اقول لك انه في افلام برضو لسه كنا بنتفرج عليها متعلقين بيها في اوائل الالفينات، حتى في التسعينات كنا دايما زي ما انت قلت كان بيبقى فيه وعود لجزء تاني، او احنا كنا يمكن بنتمنى انه يبقى فيه جزء تاني ليها، لكن ما كانش بيبقى فيه نصيب. في افلام شكلت ذاكره الجيل ده. خلوني اتكلم عن يمكن الفيلم اللي اثر فيا انا شخصيا وحبيته جدا. انا دايما بروح للكوميديا، يعني انا بحب الافلام اللي فيها رساله لكن في نفس الوقت هي كوميديه، برتبط بيها جدا وبتفرج عليها اكتر من مره. افلام كتيره يعني، لكن هركز مع حضراتكم على فيلم زي فيلم الناظر اللي كان فيه رساله تربويه في المدارس. انا الفيلم ده اثر فيا جدا، بالذات من اكتر الناس اللي بيضحكوني هو الراحل علاء ولي الدين، و يعني الله يرحمه، لكن هو لو كان مكمل معانا وكان عايش انا اتخيل انه كان هيقدم لينا وجبه دسمه جدا من الكوميديا، اللي يمكن ما كانش هيبقى في حاجه بتضحك ابدا زيها، في نفس الوقت ليها رساله وفي مضمون مهم للمحتوى اللي هو كان بيقدمه. فيلم الناظر كان بالنسبه لي انا شايفه المدرسه، يعني بيحصل جوه المدرسه بقى، من الطالب النجيب اللي بيذاكر للطالب اللي يمكن خلينا نقول عليه شقي شويه، اللي مش عايز يتعلم ولا يعلم حد معاه في الفصل. من الحاجات اللي كنت اتمنى ان انا اشوف ليها جزء تاني، يعني لو كنا شفنا النهارده جزء تاني للناظر يمكن بممثل مختلف، مدرسه للبنات، مدرسه عاشور للبنات، البنات كانوا هيتصرفوا ازاي في جيل النهارده. صحيح. جيل الايباد، الناظر اللي ممكن يكون لسه متمسك شويه بفكره الكتب ومش حابب قوي فكره دخول التكنولوجيا على المدرسه، لكن النهارده المدرسه الانترناشونال كمان ازاي بتعامل فيها الناظر مع طبقات مختلفه، ممكن يبقى هو نفسه كمان نفس الناظر اللي جاي من مدرسه بالظبط. بالظبط يعني في معالجات كتير، بس طبعا تبقى مختلفه عن رمضان ابو العالمين حموده، يعني يمكن فكره تانية زي ما اتكلمنا انه بنات، بس البنات مثلا هتتصرف ازاي لو في مسابقه وفي اغاني مهرجانات، هتعمل ايه النهارده. انا حابه اشوف جزء تاني لفيلم زي الناظر، لانه انا من الناس اللي اتفرجت على الفيلم ده يمكن
عشرات المرات، ولو حولت النهارده اي قناه لقيته شغال هفضل بتفرج عليه من غير زهق. لا ده انت اثرتي خيال المبدعين والسيناريستات. لا فعلا كل يعني نقطه من اللي انت قلتيها دي فعلا يتعمل عليها افلام. لا في افلام كتير على فكره يعني عالجت القصه من الشكل ده حقيقي، بس حابه اعرف منك انت لان انت برضو بيبقى ليك فكر معين كده مختلف يعني. لا والله بص هو مش فيلم معين بس مجموعه الافلام اللي اتكلمت عن نجاح المصريين في الخارج يعني. النمر الاسود قبل كده السبعينات اعتقد، بعد كده الهمام في امستردام، كل هذه الافلام اللي كان ليها نوع من انواع الحكايه عن المصري اللي بيقدر يقدم شيء جديد في الغربة. أنا مؤمن جدا 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 بالجينات المصرية، مؤمن جدا إن في من أجدادنا الفراعنة ادونا حاجة كده مختلفة عن كل الجنسيات التانية. بجد احنا شعب مميز ومش غرور، لأن أنا شفت نموذج محمد صلاح اللي حط في دماغه حاجة وبقى النهاردة من أهم اللاعبين العالم. شفت نموذج أحمد زويل اللي كان يعني غرقان في بحور البيروقراطية في انه ممكن هيترقى استاذ ولا استاذ مساعد، ساب كل الكلام ده وبقى اهم عالم في الدنيا في الفيزياء، خد نوبل. فانا مؤمن بالمصري ده. خد على هذا النموذج نمر الاسود قصه اللاعب محمد حسن لاعب الملاكمه اللي كان بيشتغل في الحداده وراح بعد كده وبقى من اهم رجال الاعمال في المانيا. قصه همام في امستردام معرفش القصه حقيقيه ولا لا، بس هي فيها تتشابه مع يعني او تتقاطع مع قصص كتير اللي بيقول هي قصه حقيقيه. ان حد فعلا راح هولندا وعمل وكبر وبدا من كده لا هو حقيقي وباركنج اند كليننج ووصل في نموذج لشخص مصري بس انا بصراحه ما اعرفش اسمه ايه. هو فاتح سلسله محلات هناك ومشغل فيه عدد كبير من برضو الجاليه المصريه اللي عايشين هناك. فدي من النماذج اللي بتهيالي بتبقى ناجحه جدا، انه مش بس بيساعد نفسه هو قدر انه ينجح رغم كل التحديات، لا كمان ما وقفش بقى عند ده، يلا تعالى مين عايز ان انا اساعده تاني واكبره معايا. دي يمكن من اهم الحاجات كمان. ايوه ايوه بتفق معاك انه النماذج مساحه حلوه لكتاب السيناريو حقيقي. انا اديناكوا افكار النهارده حلوه فكره يعني زي ما انت قلت يمكن الافكار دي النهارده مطروحه جدا، ويمكن ده اللي بيتكلم عليه السوشيال ميديا طول الوقت، رياده الاعمال وانه أيوة. ازاي تبتدي. انا عايز اقول لك في مصريين كتير جدا في جوجل وفي فيسبوك وفي امازون، انا يمكن اعرفهم بشكل شخصي بداوا من هنا من كليات الهندسه واصغر مني انا كمان يعني كتير بس بسرعه جدا تنقل لان هو فهم العالم عايز ايه ولعب على النيد. انتوا محتاجين ايه؟ طب انا هطور نفسي في البلوك تشين، هطور نفسي في الاي اي الذكاء الاصطناعي. وبدا وكبر في ناس في ايرلندا في موقع الفيسبوك، انت عارفه الفيسبوك ايرلندا في الشرق الاوسط موجوده في ايرلندا. طب بس احنا نفسنا نشوف نموذج بقى من الافلام دي لمصري هو ابتدى بفكره بتاعته هو وكبر بيها وقدر انه يروح للعالم كله، لو حتى وغير ابلكيشن تطبيق قدر يغير بيه حاجه بالزبط. او حتى زي ما انت يمكن قلت عالم نبتدي نعمل فيلم بقى عن قصص حياه سواء زويل مجدي يعقوب كل الناس اللي شرفونا في المحافل الدوليه. يعني مهم ان احنا نبتدي نبقى مصدر الهام للشباب الصغير اللي لسه مش عارف يمكن يبتدي منين، فيشوف الفيلم يتحمس ليه. وهي هو ده دور الدراما، هو ده دور الفن. انا عايز اضيف لك حاجه صغيره. انا يمكن عملت ندوات في مدارس وجامعات قبل كده وشفت الشغف في عيون طلاب كتير قوي. وهنا انت بتتكلم الفرق بين السينما والمسرح، انت في المسرح بتشوف الفيدباك. برايي الشخصي اعظم ما يقدمه الانسان لهذا الجيل، في سيبك بقى من اللي يقول لك تنميه بشريه ومش تنميه، اهم من التنميه البشريه 100 مره انك تكلمهم عن اجدادهم وتكلمهم عن قصص النجاح. اقسم بالله العظيم انا بشوف عيونهم بتلمع. انا بشوف ده يعني لما اقول له جدك عمل ده وجدك عمل ده انت مش اقل منه، بدل ما تقول له قوم وحفز ذاتك واعمل مش عارف ايه والحاجات اللي بسمعها في الايه في التنميه البشريه دي، لما تدي له المثال وتكون واضح في هذا المثال وتبروز له ان انت مش بعيد عنه، انت مش بعيد يا حبيبي عن محمد صلاح كان في مدرسه حكومه وكان لما يوم ما جاب كوتش زغرت ويوم ما طلع من قريه اسمها نجريج النهارده من اهم لاعبين العالم اختلف عنك في ايه. فانت لما تقدم هذا النموذج وتتكلم عنه بتفاصيله وتتكلم عن اجدادك الفراعنه ان هم عملوا حاجات ما كانتش موجوده على كوكب الارض اهم مليون مره من اي علم من علوم التنميه البشريه، وده اعتقد يعني بالمثال يتضح الشرح. اديله الحاله اديله الكيس ده، واحد كان منك وكان
عايش زيك بالظبط. هي امثله كثيره قوي نقدر ان احنا نقدم بيها وجبه كده من الامثله الملهمه لشبابنا واولادنا اللي بيتفرجوا على التلفزيون، وده دور الدراما اللي احنا في الحقيقه شفنا الفتره اللي فاتت بتتقدم جدا وبتقدم محتوى ونماذج كويسه جدا. صحيح. في على الشاشه عايزين نشوف من ده اكتر، ويمكن يعني مناسبه كويسه ان احنا ندردش مع حضراتكم ونشوف ايه هي يعني المسلسلات او الافلام او اكتر فيلم بتحبه ونفسك يكون ليه جزء تاني. ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين اجابات حضراتكم اللي ان شاء الله هنستعرضها في خلال الحلقه النهارده، وهندردش مع بعض ونشوف الاجزاء التانيه للافلام ايه هي، سواء كوميدي تراجيدي دراما اي حاجه. خلونا نعرف مع بعض كده الحاجات اللي ممكن يبقى ليها جزء تاني.